بخير عليكم، مرحبا بكم عندي في قناتي قناة سويت تانجل. ان شاء الله هذا الفيديو تكون في احسن الاحوال وتمام الصحة. اليوم فيديو جديد، وصفة جديدة. نمحى عندكم نوع من البنوازغي كرواسون على شكل مافين، تشهر في الماريكان، ومحشي بالكريمة والمعجون. ان شاء الله تعجبكم الوصفة، ونتمنى كل واحد يدخل يشوف قناتي، يدير اشتراك ويدق على الجرس باش يوصله كل جديد. عندي عجينة الكرواسون، الوصفة كده في القناة، نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. هذه الوصفة معتمدة عندي، وصفة سهلة وناجحة، إن شاء الله تعجبكم. عندي كمية من العجين، نروح نقسمها ونطرحها ونشوفوا كيف نشكلوا دي كرواسون مافينز. قسمت العجينة تاعي، رش الفارينة ونطرحها، نطرحها سمكها حوالي 8 مليمتر. يعني طرحت العجينة تاعي، درك نقص الأطراف، نعمل مستطيل طوله 30 سنتيمتر وعرضه 25 سنتيمتر. نقص المستطيل تاعي إلى أشرطة دي موندلات عرضها 3 سنتيمتر. ودرك زين نقسمهم على زوج، نحط زوج أشرطة مع بعضها، ودرك نشوفو كيفاه نشكلوهم. جبت سنيوة تاع لي كاب كيك باش نطيبو فيهم، ودرت لهم البابي هذا مش تقدر تطلع، تلقى السباس مش تطلع، خاطر المول تاع لي كاب كيك ضيق. هو كاين مول تاعهم سبيسيال كيما الكاس، ضيق من التحت وعريض من الفوق. دونك نشكلو لي كرواسون مافينز. نجيب زوج اشريطة، نحط شريط في الطرف، نحط لصق، نحط فوقه شريط ثاني ونلف. الطرف هذا ندخلو لتحت، نحطو لتحت هكذا، نحط شريط فوق شريط ونلف هكا، والطرف هذا دائما نحطو لتحت. راني كملت، دوك نحطهم في الليمون تاعهم، نحطهم هكدا، نخليهم يخمروا. راني كملتهم، دوك نخليهم يخمروا، يخمروا اقل حاجة ساعة، يخمروا مليح، تعرفوا الحجم تاعهم. نحطوهم في مكان دافئ، غطيتهم بلاستيك غذائي وخليهم يخمروا. راهم ضعفوا الحجم تاعهم، راهم خمروا لنا. دوك سخنت الكوش على 200 درجة، ندخلهم يطيبوا على 200 درجة 10 دقائق، بعد نهبطوها ل 180 درجة وخليهم يطيبوا مليح. راهم طابوا لي كرواسون مافينز تاعنا، حطوا هما سخان في السكر، رمضوهم مليح في السكر، هما سخان ما تشد فيهم السكر هكذا، نحطهم سوغ انغري مش يبردو. نجي ونحشيوهم دركا، نحشيهم بكريم باتيسيير وكونفيتور دو فريز. كريم باتيسيير انا استعملت كريم باتيسيير الجاهزه الفوريه، حطيت 100 غرام كريم باتيسيير، 300 غرام ماء، وضربتهم سرعه سريعه. ودرك نحشيوهم، نجيبو الكرواسون مافينز ونديرو الشق فتحة بالموس هكدا، نحطو لي فريز هو الأول، ندخلو لا سيغان، نحطو لي فريز غير شوية،
هكذا. ودركا نزيد كريمة راه وجدوا لي كرواسون مع فاس تاعنا، جاو هايلين، جاو خفاف بنان، طعم الكريمه ولي فخاجه واروع ما يكون. ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم. واش حنقول لكم، لعشكم الفيديو دونا لايك وبارطاج، واللي دخل جديد يدينا ابوني ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. غيبقاو على خير، سلام.